بالفعل هذا ما يحدث، ودعت هذه التظاهرات دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة، تجمع المهنيين السودانيين، بعض الأحزاب أيضا من قوى الحرية والتغيير، وأيضا حزب الأمة في بيانه الأخير دعوا للخروج في هذه التظاهرات التي توافق 24 من يناير، تم الإعلان عنها في الجدول تصعيدي سابق. قبل نصف ساعة من الآن وصل المتظاهرين من جنوب الخرطوم وغرب الخرطوم إلى شارع القصر الرئاسي، كانوا في أقرب نقطة من القوات الأمنية. على غير العادة القوات الأمنية لم تطلق الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية من أول لحظة كما يحدث عادة في المواكب السابقة، ولكن بدأ منذ قليل برش الماء الملون على المتظاهرين لإبعادهم، وأيضا الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية كما نسمعها أيضا ونشاهدها الآن، حتى يتم إبعاد المتظاهرين من أقرب نقطة من المحيط القصر الرئاسي. هناك أيضا مواقف في مدينة الخرطوم بحري، وأيضا في أم درمان، وعدد من الولايات كمدينة ود مدني التي تشهد. على وقع يعني هذه الأصوات رشا، هل يمكن أن نتابع مباشرة بصورة ما يحصل بالقرب منك ونحن نستمع إلى هذه الأصوات مباشرة على الهواء؟ نعم، ما يحدث الآن كان جميع المتظاهرين يقفون في نقطة قريبة جدا من القوات الأمنية فترة قرابة النصف ساعة، وسرعان ما قامت القوات الأمنية بإطلاق كما نرى الماء الملون، وهذه هي القنابل الصوتية وأيضا الغاز المسيل للدموع، وفعلا نجحت القوات الأمنية في إبعاد المتظاهرين ومحاولة أيضا تشتيت تكوينهم ككتلة واحدة. جاءت مجتمعة من جنوب الخرطوم من موقف باجدار في منطقة الصحافة، وأيضا من منطقة محطة سوق محطة سبعة، وأيضا في الصحافة وجبرة، وهي نقاط التجمع حيث تجمع المتظاهرين قبل ساعتين وثلاث من الآن، وتحركوا جميعا وجهتهم القصر تحديدا كما كانت الدعوات من قبل تنسيقيات لجان المقاومة كما يظهر الآن من خلال الصورة. نشكرك جزيل الشكر الزميلة رشا الرشيد، طبعا تنقلين لنا كل هذه التطورات، وأيضا الزملاء في العاصمة الخرطوم مع الصورة المباشرة. سنتابع معك كل جديد.